مساء الخير. النهاردة الحمد لله قدرت أعدي امتحان البي ام بي، لسه طالع امتحان دلوقتي. نشكر ربنا، ربنا وفقني. كمان بشكر جدا مهندس إيهاب على مجهوده وعلى متابعته فعلا، وعلى إن الواحد طالع فعلا من الكورس مش بس سيرتيفايد، لا المادة كلها اتفهمت، الواحد يقدر يطبقها بعد كده في حياته عموما. يعني المهندس إيهاب بجد مش مجرد حد بيدرس لك كورس والموضوع بينتهي، لا هو بيفضل معاك لآخر لحظة قبل الامتحان. الموضوع فعلا أسئلة راوند فور، اللي هي أنا أقدر أقول مينيموم تلت الامتحان منها، مش أقل من كده. المتابعة اللي على طول، المتابعة لحد آخر لحظات قبل ما تخش الامتحان، التريكس اللي بيقولها لك في الآخر، فعلا الستين سؤال الأخرين هم اللي كانوا دسمين أكتر، زي ما قال المهندس بالظبط، أكتر من الستين الأولانيين. لا المهندس فعلا أنا أقدر أقول غير أي حد بيدرس بي ام بي. شكرا بجد على مجهوده، واشكره مرة واثنين وثلاثة ومية.